المشاهدين من أي مكان حول العالم، أنا اسمي محمد شافي، وأتمنى قبل ما أبلش الفيديو أن نصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد. خليكم على الفيديو. هلا، اليوم حنبلش أول حلقة من طور WWE 2K17 طور اليونيفرس. وطبعا قبل ما أبلش الفيديو بدي أحكي ملاحظة. حسوي يوم خاص بالقناة، هذا اليوم حيكون يوم الجمعة، حيكون في هذا اليوم اشي كتير مميز. واللي يسأل محمد ايش هو اليوم وايش الاشي المميز، الاشي المميز اني حنزل 3 مقاطع ورا بعض، مش ورا بعض، في اوقات مختلفة، بس 3 مقاطع. حيكون هذا اليوم هو يوم الجمعة. طبعا الاوقات هي الظهر بعد ساعة، العصر بعد ساعة، والعشاء بعد ساعة. اللي يسأل ليش ما في مغرب، لأنه المغرب فطور، وصح رمضان مبارك لجميعنا، فطور، والفطور بأخذ لساعة، وبعد الفطور لازم تستريح، فعشان هيك مستحيل أنزل بالمغرب. من دون ما أطول عليكم، يلا نبلش بأول حلقة من طور اليونيفرس. طبعا أتمنى تضغط لايك وحش، لأنه هذا هو أول حلقة. طبعا هون عندك القائمة، قائمة المباريات، عندك مثلا هون في مباراة البلاي ماتش، عندك البلاي ماتش أول شيء على الليست، بلاي ماتش يعني العب المباراة. طبعا زي ما انت شايف عندك كتير مباريات، طبعا ما حلعبها كلها، بس حلعب المباريات اللي اخترعت فيها اللي فيها مصارع، اللي هو اللي اخترعته. وإذا ما شفتش الفيديو اختراع المصارع ارجع للفيديو. وهون عندك الكالندر، الكالندر زي كأنه والله أنا إنسان ما بعرف إيش هو الكالندر، زي كأنه أيام العروض، مثلاً ماندي عندك رو، تيوزداي عندك مين إيفنت، وينزداي عندك NXT، وثيرزداي عندك سماك داون. طبعاً على الزاوية اللي هون في عندك العروض الرئيسية من إكستريم رولز، باي باك، ماني إن ذا بانك، باتل جراوند، سمر سلام، نايت أوف تشامبيونز، وغيرها. رايفل، ان الاشي الثالث على القائمة اللي هو الرايفليز، الرايفليز هي العداوات. عندك هون كتير عداوات، هون عندك العداوات، انت ممكن تختار عداوة، مثلا هون مثلا على سماك داون ما في اشي اي عداوات، ممكن اكبس ايه، وهي هون بتقولهم اول اشي ستوري، قصة الرايفلي، والرايفلي ايش بدك اياها، 1 على 1، 2 على 2، ما انت على حسب خيارك. وعندك هون تختار الرايفلي تكون طويلة قصيرة او نص نص. اوكي، وتالت اشي عندك ستوري كولكشن، تالت اشي عندك الالقاب، مثلا دين امبروز حامل وورد هيفي وايت تشامبيون، يونايتد ستيتس تشامبيون روسيف، تاك تيم ذا نيو داي، وومنز شارلوت، انتركونتيننتال هو الميز، والانكستي هو سامونا جو. من دون ما اطول عليكم ولا تطولوا علي، حنبلش فيديو بأول حلقة من طول المهنة وأول مباراة. أتمنى أنه عندي مباراة. أوكي، عندي مباراة ضد دارين يونغ، وهي عداوة ما بعرف ليه حطوني فيها، هم بيختاروا على كيفهم. فدون ما أطول عليكم يلا نبلش العداوة. أوه، هاي المباراة إكستريم رولز فولس كاونت أني وير، عادي أستخدم أي شيء مسموح، عادي أستخدم أي شيء بديه. طبعا اللي بسأل محمد حتعرض هاي الحلقة كاملة؟ لا، ما حعرض المباراة كاملة، حعرض بس أجزاء المهمة من المباراة، أو لما أجيب السيجنتشر، أو لما يكون لسه بالنص، أو الإكستريم مومنتس يعني. طبعا مو بس بهاي المباراة، بكل المباريات. أوكي، وهي راح نبلش المباراة. أوكي، طبعا اللي بسأل محمد كأنك غيرت اللبس، غيرته من الحلقة اللي قبلها، لأنه حسيته كتير بشع، كتير زيادة عن اللزوم، حسيت مشي، حسيت موقف. اوكي، وهلا انا حقعد اتفقع. لا، طبعا انا بحاول اسوي جهدي بس اني اضرب بوكس. اوكي، طبعا انا من دون ما اصور بالكواليس حطيت الحركات والفينش لمصارعي. إذا بدكم أسوي عليها زي تيتوريال أو تعليم كيف سويتهم، أو عجبتك الحركات، حط لايك واكتب لي تحت في
في الكومنتس. طبعا ما حعرض المباراة كاملة، هجعلكم بعد ما اجيب السيجنتشر. ورجعت قربت اجيب السيجنتشر بس ضايل لي ضربة او ضربتين واجيب السيجنتشر، فقلت اصورها. اوكي جبت السيجنتشر. اوكي ضيعت السيجنتشر. هلا جبنا السيجنتشر، هلا حنسويها. 3 2 ان شاء الله ما يصد، ان شاء الله ما يصد. وما صد. بدري بيت 1 2. اوكي فك كالعادة. اوكي هلا لازم احاول اجهد اني ما انضربش باي حاكم تبعونه. اوكي والله العصاي هو اهم جزء من اوكي صار ينزل دم. اوكي حجيلكم بعد ما اجيب كمان فينش، لاني بدي اجيب فينشين عشان افجع وجههم. اوكي وجبت السيجنتشر. اوكي سيجنتشر ما صد. يس اوكي سوينا السيجنتشر وهلا حنسوي الفينش. طبعا انا عندي فينشين، واحد من واحد من الزاويه وهذا هو الثاني ستايلز كلاش. هلا اسوي له الكورنر. اوكي ان شاء الله ما يصد الكورنر، لانه لو صد الكورنر خلاص هي نهايتي. اوكي يلا 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 يس اوكي نثبت 1 2. فكها اخ والله بنهزم الشان. اوكي كود بيكر والعصاي. اوكي طبعا ليش اللي بستخدم العصاي كتير، لانه اول شيء اكتر اشي بحب من الادوات اللي بحب استخدمها هي العصاي. تاني اشي لانها بتدمج كتير على الراس، يعني من ضربة واحدة بس من العصاي صاي نزل دم. فايش رايك ب 17 ضربة؟ اوكي هلا حسوي له حاكم الكورنر. اوكي صد. هلا حاعد اتفقع ساعة. اوكي رجعت. اوكي بوم. صراحة انا احس ان الحركات مدهشة، ما اظن اني حغيرها لوقت كتير طويل. اوكي بلش سوانتون بوم. يس يلا 1 2 3 فزنا. اول مباراة لي واول فوز لي. شكرا. اوكي زي ما شفنا انا فزت باول مباراة لي. اوكي وحوقف الفيديو هون. حوقف الفيديو هون. خلاص خلصنا اول مباراة. طبعا مو كل يوم حنزل مباراة واحدة، ممكن انزل مباراتين ثلاث مباريات، بس انا متجعبالي انزل كتير، مش متجعبالي ازيد الساعات بهاي الحلقة بالذات عشان لسه وراي اصلا بعد هاي دراسة، بديها دراسة بديها اختبارات. ف يب لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. Goodbye.